تحرك عاجل من وزير الدفاع المصري، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل خط أحمر جديد من مصر يحسم الصراع في ليبيا. وعاجل بيان من الحكومة بشأن فرض الإغلاق الكامل لمواجهة الوباء. وعاجل أول رد من الحكومة على انتشار البطيخ المسموم. وعاجل المفتي يعلق على القرار التاريخي للرئيس السيسي. وعاجل بيان عن تفاصيل الحالة الخطيرة للفنان سمير غانم. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر فعلا وطني فجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. عاجل بيان من الحكومة بشأن فرض الإغلاق الكامل لمواجهة الوباء. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كشف ان الحكومة لن تلجأ للإغلاق الكامل لمواجهة الوباء، مراعاة للظروف الاقتصادية والحرص على استمرار عجلة الاقتصاد الوطني في الدوران. ونوه ان في العديد من الدول اتخذ قرارات بالإغلاق التام منذ نحو عام وأكثر، إلا أننا لم نلجأ. وقال إن ما شهدناه في عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة للتعامل مع أزمة الوباء وما تم رصده من زيادة في أعداد المصابين بالوباء هو ما دعا الحكومة لاتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بغلق مختلف المحال التجارية والمولات والكافيهات خلال الفترة المقررة من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة الفيروس. حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على لقاء نواب البرلمان بغرفتيه في محافظة دمياط، وذلك للاستماع لكافة مقترحاتهم وآرائهم حول تطوير الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، وكذا المشكلات والتحديات التي تواجه أبناء المحافظة، بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وهذا كان يعني توضيحا أن الحكومة لن تلجأ للإغلاق الكامل بسبب الوباء، وما تم نشره من شائعات أن الحكومة هتقوم بعمل إغلاق كامل هذه مجرد إشاعات. لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو، ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة عشان نستمر وعشان يجينا كل جديد. ويلا نخش على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر معانا ومهم، وتحرك عاجل من وزير الدفاع المصري. وتوجه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، متوجها إلى جمهورية قبرص في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الصديقة. تشهد الزيارة إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع لكل من مصر وقبرص واليونان لدعم علاقات التعاون العسكري، وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين مصر وقبرص واليونان في العديد من المجالات. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وهام وعاجل. أول رد من الحكومة على انتشار البطيخ المسموم. انتشرت شائعات حول حالات تسمم في عدد من المحافظات بعد تناول البطيخ. وجه النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا طلب إحاطة لوزيري الصحة والزراعة حول الأمر. رد سيد القصير وزير الزراعة على شائعة البطيخ المسرطن، قال إن هناك بعض من غير المسؤولين يتداولون كلاما ليس له أي أساس بالصحة. قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤولية الذي يقدمه أحمد موسى على صدى البلد إن جودة البطيخ هذا العام مرتفعة جدا، أشار إلى تصديره لما يقرب من 17 دولة في العالم من بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والسعودية والكويت، وأضاف أنه لا توجد شحنة واحدة من البطيخ المصدر للخارج مرفوضة. أضاف أنه يتم وضع رقابة على المبيدات والمخصبات وجميع الإجراءات خلال مرحلة الزراعة والتصدير والبيع في السوق المحلي، وذكر أن الرقابة تتم من خلال أكثر من معمل من بينهما المعمل المركزي للمبيدات والتي تعتبر معامل مرجعية دولية، ولفت إلى توجيهه بأخذ عينات من أكثر من 18 موقع على مستوى المحافظات للتأكد من سلامة
البطيخ وأكد خلو البطيخ من أي مبيدات أو بكتيريا ضارة. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، يعني المفروض ناخد بالنا جدا من الأخبار التي يتم نشرها، هل ليها مصدر أو لأ. لو ملهاش مصدر اعرف إنها بنسبة 60-70% يعني أخبار زائفة وشائعات. انتقل لخبر آخر وعاجل، خط أحمر جديد من مصر يحسم الصراع في ليبيا. السفير حمدي سند لوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية كشف عن موقف مصر من الأزمة في ليبيا، شدد على استمرار مصر في تسخير كل إمكانياتها لدعم الليبيين في جميع المجالات، مرحبا بجهود السلطة التنفيذية المؤقتة فيما يتعلق بدفع جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا والمصالحة الوطنية بما في ذلك تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية. لوزا أشار خلال مشاركته في أعمال جلسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول الأوضاع في ليبيا إلى أهمية انفراد القارة الإفريقية بدورها في إنهاء الأزمة الليبية وفق إرادة الشعب الليبي ومقررات الأمم المتحدة بما يضمن الحفاظ على أمن ووحدة ليبيا. لفت إلى خطورة تدخلات بعض الأطراف الدولية والإقليمية على استقرار ليبيا وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل الأراضي الليبية دون استثناء. وزير الشؤون الخارجية الجزائري دعا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بما في ذلك سحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب. من جهة أخرى حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المرتزقة والمقاتلين الأجانب المنتشرين على الأراضي الليبية من ملاحقات قضائية قد تطلق بحقهم، ودعت كل الأطراف الليبية إلى وقف ارتكاب الجرائم في مراكز الاعتقال بليبيا. أعلنت بنسودة خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا أن مكتب المحكمة تلقى معلومات مثيرة للقلق حول أنشطة مرتزقة ومقاتلين أجانب، وأوضحت أن مكتبها تلقى معلومات مثيرة للقلق حول ارتكاب جرائم تتراوح بين الإخفاء قصراً والتوقيفات العشوائية وجرائم وتعذيب وعنف جنسي. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز. ربنا يا رب يعني يرجع ليبيا زي ما كانت، إن شاء الله ترجع يعني دولة مستقرة بإذن الله. المصدر معانا كان من الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل لخبر آخر وخبر مؤسف من الرئاسة المصرية عن سمير غانم، تفاصيل آخر تطورات الحالة الصحية له. كشف مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية محمد عوض تاج الدين إن كل من الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز ما زال في مرحلة العلاج، ووضح أن غانم يحتاج إلى علاج مكثف. أضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت تحتاج إلى متابعة، وانتشرت شائعات خلال الأيام الماضية بشأن دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة أدت إلى توقف أجهزة جسده ما أغضب عائلة ومحبي الفنان الكبير، ونفاها الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلا ارحمونا من الشائعات، احنا فينا اللي مكفينا، أرجوكم ما يتم نشره غير صحيح، الوضع لا يزال حرجا. وما زالت الحالة الصحية للفنان سمير غانم غير مستقرة، وذلك بسبب إصابته بالوباء بالإضافة لمعاناته منذ سنوات من فشل كلوي ازدادت صعوبته مع إصابته بالوباء. مصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية. نتمنى الشفاء العاجل للفنان سمير غانم، إن شاء الله يقوم لنا بالسلامة، والفنانة يعني دلال عبد العزيز إن شاء الله أيضا تقوم بالسلامة بإذن الله. ننتقل لخبر آخر وعاجل، المفتي يعلق على القرار التاريخي للرئيس السيسي. علق الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس السيسي بشأن إعمار غزة، معلنا تأييده الكامل لكل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء في فلسطين بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار. وشكر المفتي ما ورد في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان عن موقف مصر الدائم والثابت من القضية الفلسطينية وضرورة وقف أعمال العنف في أسرع وقت والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني
وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية. كما ذكر المفتي أن مصر الكبيرة بقيادتها ومؤسساتها ستظل درع الحماية والأمان لجميع دول المنطقة وشعوبها بما تملكه من إرادة سياسية ومقدرات هائلة تتيح الحفاظ على الحقوق المشروعة ودعم عمليات التنمية ومحاصرة العنف والإرهاب. المفتي أكد في بيانه أن الرئيس السيسي يحمل أمانة القضية الفلسطينية بشرف ونزاهة دون مساومة أو مقايدة، إيمانا منه بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق شعبها في السلام الآمن الذي لا يقبل الانتهاك من الجانب الصهيوني، ووضع قواعد الملزمة التي تحول دون المساس بأمن الشعب الفلسطيني مستقبلا. المفتي وضح أن موقف مصر ومؤسستها من القضية الفلسطينية سيظل علامة فخر واعتزاز لكل مصري عاشق لتراب وطنه، وأن الخونة والمشككين في تلك المواقف المصرية هم شهود زور، شهاداتهم مجروحة وقولهم مردود عليهم. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز. يعني المفتي بيلقي الضوء على أردوغان مثلا، إنه قال إن احنا هنرسل قوات يعني عسكرية لحفاظ على القدس وفلسطين. طبعا ده كلام ومتاجرة ومزايدة بالقضية الفلسطينية، وهي يعني للأسف الناس الجهلة، وأنا هنا ما بقصدش بالجهلة يعني شتيمة ولا حاجة، لا لا، الجهلة بمعنى فعلا الجهلة الذين لا يعلمون أو مش بيحبوا أنهم يعرفوا الحقيقة أو يدوروا على الحقيقة، ماشيين وراء أردوغان، ماشيين وراء الناس اللي بتتاجر وتزايد بالقضية، ويعني حتى ما قالوش كلمة على دور مصر في مساندة فلسطين وقطاع غزة. ما قالوش كلمة، هنا أقصد بالإخوان، ما أقصدش بالناس العادية أو المصريين العاديين، أنا أقصد بالإخوان، لأن الفئة دي من الإخوان هدفها هو المتاجرة والمزايدة بهذه القضية الشريفة. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ربنا ينصر أهلنا في فلسطين بإذن الله على الكيان المغتصب. ويجينا لنهاية نشرة الأخبار المتواضعة من قناتكم وصفحتكم المتواضعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.